بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دفعة 2022، أهلا بكم. إن شاء الله رب العالمين في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن المحتوى الخاص، هناخد فيه إيه وإزاي والدنيا ماشية إزاي. إن شاء الله رب العالمين هنبدأ من شهر 8، يعني يوم 5/8 أو 10/8 بالكتير. هنعمل إيه في المحتوى ده؟ تعالى أقول لك. أولا كده الشهر الأولاني ده اللي هو شهر 8 مثلا، هنتناول فيه اربع محاور. المحور الاولاني الرايتنج. الرايتنج ده طبعا اصبح شيء لزاما عليك ومش موجود في كتاب المدرسه لكنك مطالب بيه، سواء الرايتنج او البانكتويشن او البورتس اوف سبيتش. هنعمل ايه في الحاجات دي؟ سواء الرايتنج، بانكتويشن، بورتس اوف سبيتش، هنعمل فيديو نشرح فيه الحاجه دي، زي الرايتنج مثلا نشرحها بالتفصيل، وبعدين انزل لك ملفات فيها اسئله حضرتك تحلها وانزل لك فيديوهات حل عليها. يبقى كده بالنسبه للرايتنج هنشرحه كامل ان شاء الله رب العالمين بالتفصيل، وهننزل عليه فيديو، هننزل عليه ملفات تحلها وفيديوهات نحل عليها. طب الملفات دي بتنزل فين؟ الملفات دي بتنزل على جروب التليجرام الخاص بالمنصه. لما حضرتك بتشترك بيتم اضافتك في جروب التليجرام الخاص بالمنصه، بيكون الملف موجود في المنصه في الجروب. البنكتويشن نفس القصه، والبورد اوف سبيتش لازم تعرف الحاجات دي بالتفصيل وبدري قبل ما ندخل في المنهج ومعمعه المنهج، لانك هتكون اصلا متلخبط والمحتوى تقيل وكتير، فانت صعب انك تركز في الحاجات دي. فحضرتك هتاخدهم الاول كده قبل ما نبدا في المنهج، بحيث ان احنا طول السنه نحل عليهم فما يكونش فيهم صعوبه، وبحيث وقتك يبقى مفرغ بس للكلمات والقواعد. يبقى ده بالنسبه لمحتوى الشهر الاولاني، هنعمل فيه اربع حاجات: رايتنج، بانكتويشن، والبورتس اوف سبيتش. طيب الجزء الثاني بقى معانا في المحتوى ده، هناخد قواعد. يعني ده كل ده في الشهر الاولاني. يبقى الشهر الاولاني هناخد فيه رايتنج، بانكتويشن، بورتس اوف سبيتش، وهناخد كمان القواعد. القواعد دي هناخد فيها قواعد معينه، اللي هي القواعد الكتير اللي هي بتاخد وقت ومجهود منك طول السنه، هناخدها بدري كده ونكثف عليها الحل، بحيث ان حضرتك مثلا لما تكون مذاكر المضارع التام تدخل الوحده الثانيه في المنهج فيها المضارع التام، يبقى انت معاك الوحده اصلا في جيبك، مش مطلوب منك غير الكلمات، فالقواعد تحلها لانك خدتها قبل كده وحليت عليها اسئله كتير. هنمسك القاعده نطلع كل الافكار اللي فيها، سواء صغيره او كبيره، معقده او بسيطه، مفيش معلومه هتعدي، وده الديدن اللي انا بمشي بيه. ويمكن انت لو فتحت اي فيديو في الفيديوهات هتلاقيني بشرح بالتفصيل المستفز، حاجه كده غير التفصيل الممل. قواعد معينه هناخدها طبعا، مش كل القواعد. هناخد المضارع التام والماضي التام والمضارع التام المستمر، الماضي التام المستمر، وضمائر الوصل، ادوات التوزيع اللي هي افري واول وايتش والناس دي، وايذر ونيذر وبوث، سؤال المزيل، وباقي القواعد الخارجيه هيتم اضافتها في الامتحانات الاسبوعيه. يعني ايه قواعد خارجيه؟ سؤال المزيل ده مش في المنهج اصلا لكن بيجوا في الامتحان. زي ضمائر منعكسه، ما كانتش في الامتحان، ما كانتش في المنهج بس جت في الامتحان. طب القواعد اللي من بره المنهج دي حضرتك مطالب تعرفها وهي مش موجوده في الكتاب اصلا، فاحنا هنشرحها تباعا مع الايام كده، وكل اسبوع هيكون في قاعده خارجيه مع الامتحان اللي هنتفق عليه دلوقتي. يبقى انت كده عشان ما تلخبطش معايا كده، اول شهر هنعمل فيه اربع حاجات: هناخد الرايتنج، هنغطي الرايتنج كامل، البنكتويشن، البورتس اوف سبيتش، وهناخد مجموعه القواعد دول. طيب هم كام قاعده؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 7 قواعد. طيب بخصوص بقى بقيه الشهور، يعني من تاني شهر على طول، اولا تعالى نتكلم بخصوص الكتاب. هنشتغل من كتاب ايه؟ الشغل الاساسي هيكون من كتاب المعاصر. طب ليه المعاصر؟ اصل المعاصر فيه كده انتمى بينه وبين الوزاره، بيحبوا بعض، فاحنا كمان نمشي معاهم، يعني من جور السعيد يسعد يعني. وطبعا امتحان السنه دي كان الناس اللي كان لهم السبق في الموضوع ده المعاصر، فهنمشي وراه. وكتاب تاني، كتاب ده ايا ما الكتاب اللي تختاروه، سواء العمالقه، سينيور، كتاب توب ستودنتس، مثلا كتاب ماي فريند، كتاب جينيوس، اي كتاب هتختاروه. هنعمل اختيار، هنعمل تصويت في الجروب بعد ما نتم كده العدد، هنعمل تصويت في الجروب وتختاروا انتوا الكتاب التاني، لكن الاولاني انا اخترته لكم. وعايز اقول لك ما تقلقش، كل افكار الكتب الخارجيه هتكون في جيبك، واسال الناس اللي كانوا السنه اللي فاتت معانا، ادخل كده على التعليقات وشوف زمايلك كاتبين ايه، دول ناس كانوا معانا وشايفين ان احنا بنعمل معاهم، بنبذل مجهود جبار جدا، المطلوب منك بس انك انت تكون بطل وتبذل وتقابلني في المجهود. طيب يبقى احنا كده بالنسبه للكتاب قلناه. طيب هنشتغل ازاي؟ يعني الفيديوهات دي تنزل ازاي او كده؟ وانا حاولت اصيغ الموضوع بصراحه، فلقيت ان انت كده كده هتتعب. ف على سبيل المثال انا عملت تصور كده ممكن يكون يتغير لو احنا غيرناه مع بعضنا يعني بالاتفاق. هننزل فيديوهات سبت واثنين واربع ويوم الخميس، دول اربع ايام فيديوهات. يوم الجمعه هيكون امتحان. يوم السبت هنزل فيديو اشرح وحلل الكلمات والنص. النص ده لازم نحلله بالورقه والقلم ونقراه بالراحه وبهدوء. لو انت عايز تعرف نحلل النص ازاي، هتلاقيني سايب لك تحت في الوصف فيديو انا بحلل فيه النصوص، يعني شوف انا بحللها ازاي. يبقى اول يوم اللي هو يوم السبت هنبدا ان شاء الله رب العالمين فيديو شرح الكلمات ونحللها ونحلل النص ونقراه مع بعض، وبعدين نحل كلمات المعاصر. طب ده نفس الفيديو؟ لا طبعا، الشرح والتحليل والحاجات دي كلها في فيديو، وبعدين حل الكلمات في فيديو مستقل. يوم الاثنين فيديو هنشرح فيه القاعده اللي في الوحده، وهنزل لك فيديو تاني في قواعد كتاب المعاصر.
طيب يوم الاربع هنحل الكلمات من الكتاب التاني. طبعا انت في اليوم الاربع ده الكتاب التاني انت هتكون مستريح شويه لانك انت حفظت الكلمات اصلا من الكتاب المعاصر، فالكتاب ده هيكون فيه كلمه او اتنين زياده، فبالنسبه لك هيكون الموضوع سهل وبسيط وهتعدي بسرعه. يوم الخميس هنحل قواعد الكتاب التاني، يبقى انت حضرتك من السبت للخميس هتكون خلصت الوحده الاولى من الكتاب المعاصر والوحده الاولى من الكتاب التاني وليكن العمالقه مثلا. نيجي بقى ليوم الجمعه، الجمعه دي انت مش هتتعب خالص، هتمتحن بس معايا. هديك امتحان، الامتحان ده هيكون فيه افكار الكتب الخارجيه كلها بجمعها لك واديها لك. طبعا صعب انا عارف، ولكن اسال الناس اللي كانوا قبل كده وشوف الامتحانات اللي بنزلها على الجروب هتعرف ان انا بعمل كده فعلا، مجهود جبار ولكن مش خساره في واحد عايز يذاكر كده ويكون انسان كويس. يبقى نعمل امتحان، الامتحان ده العناصر بتاعته افكار الكتب الخارجيه كلها بجمعها لك، اللي في الوحده الاولى طبعا اللي احنا امتحناها مثلا او وحده الاسبوع، والافكار الغريبه اللي في الوحده، واحنا بنقرا النص واحنا بنحل الاسئله في افتكاسات بتكون موجوده كده، فانا هجمعها لك وانزلها لك في نفس الامتحان، واحط لك شويه افكار من افكاري كده. ولازم لازم شيء ثابت في كل امتحان ناخد قاعده خارجيه، يعني مثلا احنا خدنا الامتحان ده السؤال المزيل اللي مش في المنهج، الامتحان اللي بعده ناخد قاعده ضمائر، الامتحان اللي بعده نضيف مثلا قاعده الاسماء المعدوده وغير معدوده، الحاجات اللي مش في المنهج اللي بتيجي في الامتحان. طيب يا مستر انا عندي اسئله عايز اسالها لك، طيب هنتفاعل ازاي كده؟ ما انت ما تفاعلش معايا خالص كده، هتفاعل معاك طبعا في جروب تليجرام بنفتحه يومين اسبوعيا، انا ممكن اسيب الجروب مفتوح طول الاسبوع ما عنديش مشكله، ولكن للاسف احنا ما بنقدرش على نفسنا وبنشاهد كتير اكيد، فيدخل زميلك يلاقي فيه 600 رساله لما حدش قراهم فيحاول يدور فيهم، يلاقي محمود بيسال ما فيش مدرس فيزياء يا اولاد، وامل بترد عليه بتقول له ما اعرفش مين كده كويس ومين وحش، فاحنا كده هنضيع الوقت. فجروب التليجرام ده انا هفتحه مرتين اسبوعيا، كل يوم او كل مره لمده اسبوع لمده ساعتين. حضرتك بتدخل بتنزل سؤالك، بتصور الكتاب اللي انت عايز تسال سؤال منه وتحدده، او تقول لي السؤال رقم كذا صفحه كذا في كتاب كذا وانا اجيبه واحله. طيب ايه لازمتها دي؟ طب ما نبعت الاسئله على الخاص وخلاص. لا، ما هو انت حضرتك لما تبعت سؤالك في جروب التليجرام وانا اجاوب لك عليه، يدخل واحد تاني يبص يلاقي في سؤال واجابه، هيبص على السؤال وهو عارف الاجابه مثلا فيجاوب ويسمع الفويس يشوف هو اجابته صح ولا غلط، الموضوع ده مفيد والموضوع ده يعني اتى ثماره بشكل كبير السنه اللي فاتت. يبقى احنا حضرتك كده مطلوب مننا نعمل ايه ان شاء الله؟ هنحل كتاب المعاصر وهنحل معاه كتاب تاني. طيب مش كتير؟ لا هو كتير اه، بس انت طبعا اكيد بطل وهتستحمل لانك في ثانويه عامه، معلش تحاول تبذل مجهود يعني. طيب يبقى ده بالنسبه للكتاب. بالنسبه للفيديوهات قلنا هننزل سبت اثنين اربع خميس، اربع ايام هم، ويوم الجمعه ده هيكون في امتحان، هننزل الامتحان لو الامتحان الكتروني فهيتصحح لوحده، وهنزل لك فيديو وانا بحل الامتحان واحلله. طب لو الامتحان انا كتبته بالورقه والقلم هنزله لك بي دي اف، وانزل لك فيديو بحل الامتحان واحلل لك افكار. اسئلتك هتبعتها لي على جروب التليجرام وانا هرد على الاسئله كلها بلا استثناء. لو انا نزلت الاسئله مثلا، لو انا فتحت جروب التليجرام سبت واربع مثلا، فيوم السبت هيكون ساعتين، يوم الاربع هيكون ساعتين، وبعدين اقفل الجروب وابدا اجاوب في الاسئله. طيب في مشكله يا مستر، انا هفتح حضرتك بتفتح الجروب يوم السبت، انا عندي سؤال يوم الثلاث عايز اساله بشكل ملح، هتبعته لي على الخاص وهرد عليك ان شاء الله، بس يفضل جروب التليجرام عشان كل زمايلك يشوف. طيب ما مستر في سؤال انا شايفه تافه، انت شايفه تافه لكن في زميلك ما يعرفوش، يعني اسال السؤال عشان غيرك يتعلم منك. طيب ده بالنسبه لتفاصيل المحتوى ان شاء الله رب العالمين. طيب الاشتراك ازاي؟ اجراءات الاشتراك، انا عايز اشترك معاك في الكورس ده. حضرتك هتدفع من خلال فودافون كاش، ولما تروح تحول بتقول للراجل انا عايز احول على محفظه فودافون كاش، ما تبعتليش رصيد فودافون على الرقم. طيب المبلغ اللي هتدفعه كل شهر هو 100 جنيه. طب لو في اتنين اخوات مثلا بيدفعوا اشتراك واحد بس مش اشتراكين، ولو حضرتك مش قادر تدفع دخولك مجاني والمحتوى ده هديه مني ليك، اخوك بيديك هديه. وطبعا ده انت وضميرك، يعني ممكن واحد يكون قادر وزي الفل زي السنه اللي فاتت ما كان بيحصل كده ويقول لي يا مستر انا مش قادر وكده فبدخله عادي يعني، بس انت وضميرك بقى، انت لو انت مش قادر فعلا فانا مسامحك وقلبي طبعا وكل كل كياني معاك، لكن لو انت تقدر تدفع وبتستهبل فطبعا انا مش هسامحك، لان طبعا انا ببذل مجهود جبار زي ما انت شايف كده. السنه اللي فاتت نزلنا قرابه ال 200 فيديو، متخيل احنا بدانا في شهر 3 لحد شهر 6 نزلنا قرابه ال 200 فيديو من غير افواه، يعني انت لو حابب ان انا اجمعهم لك انا ممكن اجمع لك اسماء الفيديوهات دي واعمل لك سكتش واوريها لك. والحمد لله رب العالمين كان في ناس ابطال وبفضل الله ربنا وفقهم في الامتحان والدنيا كانت ماشيه معاهم زي الفل. طيب انا دفعت دلوقتي هبدا اتفاعل معاك ازاي؟ اول ما تدفع وتبعت سكرين شوت بالدفع بيتم عمل حساب ليك على المنصه، بحيث تدخل المنصه كده وتتعامل. بالمناسبه المنصه دي عليها بنك اسئله محترم محترم محترم، بتدخل تحل الاسئله وبيتم تصحيحها تلقائيا وانت قاعد. بنفتح كل اسبوع جزئيه من الاسئله دي اللي حضرتك تحلها. طيب بالنسبه لفي جروب تليجرام، الجروب ده بيكون خاص بالمنصه، يعني ما بيكونش مضاف عليه غير الناس بتوع المنصه. اللي بيدفع بيدخل في اشتراك معانا في الجروب، فبيتم عمل حساب ليه في المنصه وبيدخل، وبعدين بندخله جروب التليجرام.
جروب التليجرام ده ليه لازمه، اولا عشان تبعت على الاسئله، ثانيا في حاجه طارئه مثلا هنعملها، بعتذر لكم عن حصه معينه مثلا بكتب لكم، حد سال لي سؤال فجاه كده ولقيت السؤال ده في فكره بنزله. بالمناسبه انا طول الاسبوع بنزل حاجات على التليجرام على الجروب ده، يعني بلاقي كل شويه كده بكتب لك ورقه مهمه واروح باعتها لك. وانا بشتغل مثلا في شغل هنا اون سايت، طالب سالني سؤال فبقيته في فكره واروح مصورها ومنزلها لك. فالجروب ده مهم جدا جدا، الجروب ده بيكون خاص ومحدش بيعرف يدخل عليه غير الناس المشتركه فقط. طيب يبقى كده بالنسبه للاشتراك المقصر. طب بالنسبه مثلا الناس الغلابه بتوع اليوتيوب هنسيبهم؟ لا طبعا، انا السنه اللي فاتت برغم ان انا كنت مضغوط ومطحون الى اني لم اتخلى عنهم ابدا ابدا، وطبعا ده ممكن تشوفه في التعليقات وكلام الناس اللي ما كانوش معايا اصلا، كانوا باخدوا مع مدرسين تانيين لكن بيتابعوني على اليوتيوب. الناس دي احنا مش مقصر معاهم، هنحل معاهم كتاب جيم ان شاء الله رب العالمين، وهنزل لهم برضه جزئيات من امتحانات وجزئيات من شرح المنهج. يعني الناس اللي على اليوتيوب ما تقلقش ما تقلقش ابدا، انت معانا وفي القلب وانتوا ناس يعني عاد دماغنا من فوق. وبكده نكون غطينا الاشتراك على المنصه وغطينا الموضوع اليوتيوب كامل. طيب بالنسبه للرقم اللي هنحول عليه، الرقم هكتبه لك حالا لحظه واحده. ده يا شباب الرقم اللي حضرتك هتحول عليه، ده رقمي على الواتساب، انت هتسجله طبعا. طبعا شغال واتساب وشغال تليجرام بنفس الرقم والفيسبوك بنفس الرقم كمان، لو دورت بالرقم ده على الفيسبوك هتطلع الحساب بتاعي. الرقم ده حضرتك هتحول عليه الاشتراك وهتعمل سكرين شوت لصوره التحويل وتبعتها لي على الخاص على الواتساب. ونلتقي ان شاء الله رب العالمين في الصراع الدامي اللي هنبداه مع بعض ان شاء الله، وهنشتغل وهننجح بامر الله ما فيش فكره هتعدي منا، وانت هتحس كده من نفسك من الامتحان. يعني انت لما تتعب شويه تحل المعاصر والعمالقه مثلا وتيجي يوم الجمعه تحل الامتحان، ما وعدكش انك تقفل فيه طبعا اكيد، لان هجيب لك في الامتحان افكار انت ما شفتهاش بالرغم ان انت طحنت في الوحده، عشان نبقى متفقين كده وما نبقاش داخلين عاملين حسابنا ان نحبط. يعني حضرتك هتحل المعاصر، الوحده الاولى من المعاصر، مثلا، والوحده الاولى برضه من كتاب العمالقه، وهتكون بتحل لك لوحدك في كتابين في الخباثه، وهجيب لك امتحان هيكون فيه افكار انت ما سمعتش عنها. انا بوعدك وبقى اتوعد بذلك يعني عشان عايزك تدخل الامتحان وتحله. السنه اللي فاتت في حاجات طفله كده حصلت عايز اقول لك عليها سريعا كده. في طلبه بعد ما امتحنوا بيكلموني، يا مستر الامتحان كان تافه، انت ليه بهدلتنا طول السنه؟ الامتحان كان تافه لان حضرتك اتبهدلت طول السنه، لكن انت لو وقفت قدام اللجنه كنت هتشوف في ناس بتصوت من الامتحان. وفي ناس فعلا شايفه الامتحان صعب، لكن هو امتحان بصراحه كان متوازن وزي الفل. فاتمنى لكم التوفيق ونلتقي ان شاء الله رب العالمين. الميعاد هيكون يوم 5 ولا يوم 10 8، هعلنك برده قبلها بس لما نكمل العدد كده. والتقي بكم على خير ان شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.